مشاهدينا للحديث عن هذا الموضوع وموضوع يعني المعايدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أسعد باستضافة السيدة زهرة فاسي، مختصة اجتماعية ونفسانية. بداية صح عيدك، وكل عام وأنت والعائلة الكريمة بألف خير. شكرا مجدة، أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة. عيدك مبارك مجدة. شكرا. وعيد مبارك لكل إخواننا المسلمين في الجزائر وخارج الجزائر في كل الوطن العربي، إلى إخواننا الجزائريين في المهجر، إلى كل جزائري عبر في العالم بأسره. بأسره. يعني سيدة فاسي، كما كنا نشاهد بأنه مواقع التواصل الاجتماعي في كل حدث تكون حاضرة وتكون هي السباقة، يعني تصنع الفارق يعني في كثير من الأحداث على غيرها يعني الأعياد والمناسبات. يعني كيف قراءتك لهذا المواقع التواصل الاجتماعي اللي اصبحت تلعب دور كبير، وهي ممكن اعتبارها ان سلاح ذو حدين، يعني سواء بالايجاب او بالسلب. مثلا يعني معايدات مثل وزراء الى غير ذلك يقومون بهذه، هي تعتبر مبادره جميله وجد رائعه حتى يكون هناك حس التواصل بين يعني المواطن والفرد يعني اللي يكون يعني في اعلى سلطه. هذا الشيء ممكن انه يكون ايجابي اكثر. فعلا انا اراه شيء ايجابي جدا. كثر الحديث عن الاسماس الذي عوض زيارات، او كثر الحديث عن التكنولوجيا التي اصبحت العلاقات الانسانيه يعني فاتره بسببها الى اخره، ولكن انا اراها ايجابيه جدا، لان التكنولوجيا قربت الانسان وقربت المسافات واختصرت المسافات واختصرت الاماكن وقربت القلوب الى بعضها. التكنولوجيا الان ايجابيه جدا بالنسبه للفرد. ننظر الآن كما شاهدنا الفيتياغ السيدة الوزيرة تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة العيد، هذه لم تكن في الماضي. فالآن العالم أصبح قرية صغيرة أو بيت صغير أو بيت شفاف، يعني اختصرت المسافات والآن أصبحت القلوب دائما عند بعضها. الآن أي واحد فينا يفتح يعني الفيسبوك يعني تجيه تهاني من كل أقطار العالم، شيء جميل جدا. نحن لدينا أصدقاء على الفيسبوك من العالم، شيء جميل جدا. يعني نخطئ ونخطئ ونخطئ إذا تكلمنا قلنا أن للتكنولوجيا أشياء سلبية، بالعكس نحن لابد أن نتعامل بطريقة إيجابية مع كل التكنولوجيا، فلابد منها، لابد منها للتقدم، لابد منها. الآن أصبحنا متفتحين على العالم، التكنولوجيا هي المدرسة الموازية، هي الجامعة الموازية. من يعرف كيف يستعمل التكنولوجيا فقد نجح في حياته، وهنا الفرق هو أن نستعملها بإيجابية وليس بسلبية، لأن كل شيء فيها فقط يكون الإنسان ذكي جدا كيف يتعامل مع التكنولوجيا. شيء جميل جدا أن الأم الآن تتواصل مع ابنها في الخدمة الوطنية وهو في ثكنة عسكرية بعيدة جدا عنها. شيء جميل أن تتعامل الأمهات مع أبنائهم محترمين عن طريق السكايب والفيسبوك. شيء جميل جدا أن يكون لدينا أصدقاء من العالم، فقط أن نعرف كيف نتعامل اليوم مع التكنولوجيا مع العالم. يعني إيجابية المعاملة هي الآن نقطة الحديث، ولا يمكن لا نخطئ عندما نشجب، يعني نضع التكنولوجيا نضع لها مشاجب ونعلق عليها كل تصرفات سلبية. فقط التكنولوجيا على طبق، لابد أن نعرف كيف نتعامل يعني مع التكنولوجيا، حسن الاستعمال والتعامل معها. نخطئ إذا قلنا أي شيء الآن لابد أن نسير الركب، لابد أن نتعامل مع التكنولوجيا، ولابد لماذا لا نتحول نحن إلى مخترعين شيء إضافي في التكنولوجيا، الحديثة ونرافق. نقدر نقول أنها قربت المسافات. لكن الحديث كما قلنا أنه أي تكنولوجيا عندها إيجابيات وعندها سلبيات. ممكن أنه خاصة يعني في المناسبات وفي الأعياد، يعني الأفراد أنهم متشوقين لرؤية بعضهم البعض، تكون هناك يعني أواصر محبة ومودة خاصة فيما بين العائلة. لكن نجد أنه في كثير من الأحيان مسافة ما تكونش بعيدة، ممكن أنه مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دور إيجابي كثير، يعني في بعد المسافات تكون بعيدة يعني كثيرا. صح. لكن إذا كنا كأصدقاء وكجيران ما تبعدنا يعني مسافات ما هيش طويلة، ويكون هناك معايدة عبر الأسماس عبر الفيسبوك ولا تويتر ولا حتى إنستغرام، يعني هذا ممكن أنه يكون عنده شيء سلبي، لأنه العيد هو يعني كما قلنا فرصة للتراحم والتآزر. ممكن نخذوه بين قوسين نقول أنه عيد إلكتروني، يعني الأهل والأصدقاء رهم بحاجة أنهم يتغافروا يتسامحوا أنهم يتلاقاوا في هذه اللمة، حتى تكون هناك يعني أواصر عائلية وتكون هناك يعني تجسد هذا التواصل العائلي أكثر فأكثر.
شكرا مجدة، سؤال وجيه جدا. كما قلتها أمس، الناس نماذج، كل واحد يفكر بطريقته الخاصة، كل واحد يفكر كيف يتعامل هو شخصيا مع الآخرين. كل واحد له تقاليده، كل واحد له ظروفه. الآن المجتمع تطور، الظروف الاقتصادية والاجتماعية كلها تطورت. البارح العيد مثلا جموعة كبيرة من ناس كتار كانوا في مواقع العمل، التليكوم خدموا، الدارك خدموا، الشرطة خدموا، يعني أسلاك الأمن كلها خدمت، حتى بعض الشركات الخاصة خدمت. هذا لم يكن في مجتمعنا. الآن عدد الشركات الخاصة يعني كبير جدا، بالمئات وليس بالعشرات. فاللي يخدم في مثلا في شركة خاصة راه يخدم في العيد، حتى في العام يعني ظروف العمل تخدم. المجتمع تطور، الناحية الاقتصادية الآن بدأت تتفتح، كل شيء هذا ينعكس على الأسرة. الآن الاسماس في حد ذاته يعني كما يقولوا في بليزير، مهما كان الاسماس، يعني لما واحد الانسان ظروفه الخاصه ما تسمحلوش باش يخرج للاهل، ولكن مليح لما نتواصل عن طريق الاسماس، صافي بليزير. امس فقط جاني اسماس من زميله طبيبه تقولي انا في عملي ولكن لم انساكي، عيدك مبارك. شيء جميل جدا. يعني الان قلت لك لنا نضع مشاجب، ظروف اقتصاديه تغيرت، ظروف اجتماعيه تغيرت، الاسر الان تتغير، يعني ولكن تغير سيروره الحياه هي اللي فرضت هذا الواقع، فرضت هذا الواقع، يعني واقع مفروض مع التقدم، مع التوسع الاقتصادي، مع التوسع الاجتماعي، مع الأسر كلها، كل أسرة ولديها تقاليد خاصة في المعيشة. قلت لك الناس نماذج، كل إنسان يقيس كيفية التعامل مع هذه الأفراح بطريقته الخاصة، بالدرجة كما يقولوا تخرج عليه وعلى داره. ولكن ما نقولش فقط أن الأسماس بعد الناس، ولكن بالعكس الأسماس قرب الناس. لكن مخطئ من يقول نحن في الجزائر علاقتنا الأسرية أصبحت فاترة. بالعكس، الجزائري ما زال يحرص على العلاقات الأسرية، ما زال يغافر، ما زال يتسامح، ما زال عنده صلة الرحم قوية جدا، يقدر صلة الرحم. الجزائري ما زال فيه هذه النخوة الاجتماعية، ما زلنا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا. شفنا البارح فقط في الشوارع يعني زخم كبير من السيارات، كلها مملوءة بالأطفال والعائلات رايحين يزوروا. فقط نحن الحمد لله كل ما يقال على علاقات أسرية أنا أراها ميدانيا، لأنني أذهب إلى الواقعية الاجتماعية وأرى أن علاقتنا لا بأس بها. فقط لا نلوم الناس اللي الله غالب يعني ظروفهم تحتم عليهم البقاء في البيت، ولكن يتداركون هذا. كل الناس راهم خدموا، بزاف الناس خدموا في الأعياد، ولكن راح يدركوا هذا. فقط لا نجعل، ونقول بأن أنا سمعتها كثير البارح واليوم، أن التكنولوجيا بلدت العلاقات. بالعكس التكنولوجيا لابد أن نعرف نحن كيف نتعامل مع التكنولوجيا فقط، ولكن العلاقات الأسرية الجزائرية شفنا المساجد خرجوا منها الناس يتسامحوا، شفنا الأسر رايحة كامل تتغافر بعضها، بقوا حتى ساعات متأخرة من الليل البارح هما يزوروا بعضها. الحمد لله. إذا كان فيه فتور، إذا كان فيه العلاقات الأسرية فيما مضى انسلخت عن بعضها، هذا كان بسبب ظروف أمنية. أنا يخاف الإنسان أن يأخذ أولاده والزوجة ويروح يزور يعني ويتأخر ليلا، وظروف الأمنية ماشي مليح. الآن الحمد لله تغيرت الأمور. إذا سئلت يوما ما جعل العلاقات الأسرية تكون فاترة، أقول الظروف الأمنية، أقول تلك الأفكار السلبية الدينية التي دخلت المجتمع، تقول بين يجوز أو لا يجوز. يجوز أن الرجل يأخذ معه بناته في عائلة فيها بنات، يعني ندخل في تداعيات أخرى. لكن الشيء الملاحظ أنه ممكن أنه حتى يعني لما تبحثي بأسماس ولا برسالة ممكن أنه تثير حساسية حتى في بعض ما بين يعني أقراننا ولا أفراد العائلة، تقول علاش ما جاتنيش، علاش بحثت غير هذا الأسماس، كان من المفروض أنها تجيني، ممكن أنا عمتها، أنا خالتها. هذا ممكن الأسماس ممكن أنه يثير حساسية في هذا الشق أو في هذا النوع. أنا شخصيا أقيس على نفسي، لأن ابنة الشعب وأنا ابنة المجتمع وأنا واحدة. أنا البارح بعت أسماس ما قدرش نتصل لأني خدمت في يوم العيد إعلاميا، ممكن أن الظروف هي اللي يعني تفرض. نقول مثلا أعتذر عيدكم مبارك، أنا مشغولة أعتذر، ولكن في الأيام المقبلة عندنا الجمعات جاية، السبت جايين، الجمعات جايين، وأنه نوصل لحالي يعني بإمكان أن نجعل كل أيامنا عيد. يجب أن يكون هناك يعني حسن تواصل بيننا كلمة صغيرة وبين الأفراد. كلمة يعني أنا مجدة عندي زمان ما شفتكش، ولكن نقدر نقول لك يا مجدة قلبي معك، فقط أنا مشغولة. هذه تكفي. يعني سيدة فاسي، يعني عن حديثنا ناخذ يعني أئمة ورجال الدين كذلك يكون عندهم رأي، يعني رأي هذه الأسماس ومواقع التواصل الاجتماعي ممكن أن